استاذ حسني من الشرقيه، اتفضل يا استاذ حسني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سام؟ الحمد لله يا فندم. كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. انا الحاج حسني ابو سامر اتصلت بيك اكتر من مره بخصوص بداله ال 180. بداله ال 180 اللي فين في الشرقيه ده؟ تبع غرب، تبع هندسه غرب فاقوس. هندسه غرب فاقوس. ايوه. دي وحضرتك كان... وصلتني قبل كده بالمهندس محمود بيه السعدي. وانتقل، ادانا تاجيل في تاجيل والاخر انتقل. ايوه. ورحنا للباشمهندس علي عبد الحفيظ وكيل وزاره الري في الشرقيه حاليا. أيوه. وادانا مواعيد. ايوه. والبداله كانت بتنفذ لنا شويه ميه، باعت المهندسه تعمل لنا صيانه، قام مش عارفه تعمل صيانه، شالت البداله وربطها على الجسر. ايوه. على جسر بحر ابو عجوه، لا قدنا طايلين ميه ولا اراضي بارت هي البداله كان فيها مشكله فما كانتش بتوصل الميه بالكميات الكافيه. فلما جينا نعمل لها صيانه كانت مخرومه بتوصل ميه بسيطه. فاشتكينا للمحمود بيه السعدي واشتكينا للباشمهندس علي عبد الحفيظ اللي هو وكيل وزاره الري حاليا، والمدير العام محمد بيه عطيه، والباشمهندس عبد الفتاح، وغلبنا والاخر راحوا شالوها حطوها على جسر البحر. طيب المهندس علي عبد الحفيظ، المهندس علي عبد الحفيظ اخر مره كنت عنده قال لك ايه؟ خد مني شكوى مكتوبه وحولني على منى عبسي، منى عبسي حولتني على محمد بيه المدير عام، والمدير العام مش نهالنا حاجه وشغل مجالنا يعني. هو المطلوب دلوقتي ان احنا يجي لنا بداله جديده تركب. ما جابش بدالات. ده المطلوب، المطلوب ان هو يجيب بداله. طيب المفروض يجيب بداله جديده، ما جابش بدالات خالص. بقالي 6 سنين عمالين نتصل بسعادتك وبغيره وبالري وبكده ومش عارفين نوصل لحل. طيب وبيوتنا قربت، اراضينا انحضرت والزراعه نشفت، ميه بنعتمد على ميه الصرف، ميه الصرف حادثه. ايوه. البداله دي اسمها بداله 180 في غرب فاقوس. 180 واخده من طرق الدرندفيلو. واخده من مشروع الغزالي تبع غرب هندسه فاقوس. تمام. مشروع غزالي. ده على قريه ايه دي؟ نعم. على قريه ايه؟ قريه النجيح يا بيه. النجيح بتخدم 12 قريه مش قريه واحده على. أيوة. 3000 فدان وقت. حاضر. هتابعها لك مع المهندس علي عبد الحفيظ ونعرف ايه السبب. سعادتك معانا احنا تعبنا خالص، احنا كفلاحين هنا بيوتنا قرب. واحنا ما نحبش نسمع الكلمه دي ابدا يعني، ربنا يجعل بيوتكم دايما عامره. والله يا باشمهندس انت لو رجعت عندك في الكنترول هتلاقي انا متصل بيك من سنتين. من سنتين عشان نفس المشكله؟ ومن سنتين واحنا بنشيل البداله حطوها على جسر البحر، شالوها حطوها على جسر البحر. يعني مش طايلين ميه خالص. حاضر يا حاج. النهارده ان شاء الله انا هتابع مع المهندس علي عبد الحفيظ وانا هرد عليك بحيث ان احنا نشوف البداله بعد ما كان فيها مجرد يعني كسر وبتوصل ميه ضعيفه. شالوها خالص، ما عادش فيها اصلاح. شالوها خالص. دي البداله اللي عايزين نعملوا فيها اصلاح، ما عادش نفع فيها اصلاح. قالوا لكم دي البداله اللي جايبه لكم مشاكل واتشالت ومفيش بداله ثانيه ركبت. حاضر. مفيش بديل خالص، مفيش بديل للميه الحاده من البحر. حاضر يا حاج حسين، بشكر حضرتك. الحاج حسين من الشرقيه بيتكلم على بداله، بيقول لي بداله 180 في غرب فاقوس، بقى لنا 6 سنين في المشكله دي، ما ينفعش. وراجع المداخلات في الكنترول هتلاقيني كلمتك من سنتين. وفي وكيل وزاره كان موجود ومشي، وفي وكيل وزاره جه جديد المهندس علي عبد الحفيظ، قبل منه كان في المهندس محمود السعدي، ولسه المشكله موجوده زي ما هي. بيقول لي يعني الميه اللي موجوده ميه مالحه حادقه خالص، دي بتبور اراضينا. يبقى احنا نطالب منه ازاي ونقول له ازرع واشتغل؟ يعني لما نيجي نتكلم مع فلاح ويقول لي 3000 فدان البداله دي اللي بتوصل لهم الميه الحلوه، والبداله دي فيها مشكله بقى لها 6 سنين، وفي نفس الوقت انا بتكلم مع الراجل ده بقول له يا حاج خلي بالك من ارضك وعايزين نزرعها سوا، خلي بالك ما تخليش حد يتعدى على ارضه، نبهه ووعيه واتكلم معاه وقول له الارض الزراعيه وخيرها والفلاح. طب فين؟ ما هيقول لي طب ازرعها بايه؟ طب اذا كان انا مش عارف اوصل لها الميه والمشكله كلها عندي ان انا في بداله بتتغير، يعني نرد عليه نقول له ايه؟ محتاجين ايه علشان ان احنا نتحرك ونشوف مشكله نحلها حل حقيقي وبسرعه؟ لان احنا دايما بنتكلم على ان مواسم الزراعه مرتبطه بتوقيتات، مواسم الزراعه مرتبطه ان الفلاح لما يحتاج خدمه يلاقيها تحت ايديه. يبقى انا المفروض لما الراجل ده يبتدي يفكر ويشتكي ان حصل عنده
اي خطا او اي مشكله او كسر في ماسوره كسر في بداله الحق وانزل واشتغل معاه. هتابع لك يا حاج حسين النهارده ان شاء الله المهندس علي عبد الحفيظ ونعرف ايه السبب ان احنا تاخرنا في اصلاح او احلال وتجديد البداله دي. ايضا في يعني عندنا سلبيات عندنا ايجابيات، عندنا في اماكن فيها مشاكل ما اتحلتش، في اماكن فيها ناس بتشتغل وبتحل. ايضا قطاع الري ده في اعمال صيانه في الترع المستمر او على مستوى الجمهوريه لتوصيل المياه لنهايات الترع، وده خلال فتره اقصى الاحتياجات المائيه، ودي بتعليمات من الاداره المركزيه للموارد المائيه والري بمحافظات القناه واداره الموارد المائيه والري بالاسماعيليه وغرب سيناء. ومن ايام في اعمال التطهيرات لترعه السويس من الكيلو 7500 وحتى كيلو 13500. اتمنى ان ده يبقى هو النموذج اللي احنا بنشتغل بيه في كل محافظات مصر.